نحن جمعية مع في استيعاب يلي كانت مع الناس ورح بتضل معهم بكل الأزمات، فكيف بالأحرى اليوم بوجود وتفشي فيروس الكورونا يلي عم يفتك بالإنسانية؟ انطلاقا من هون نحن أنشأنا هيدا المركز للحجر الصحي بالتعاون مع الأيادي البيضاء. لوحدنا ما فينا نستمر، بدنا تعاون من الجميع، نحن وانتو منكمل بعض. نحن بجمعية معا في الصعاب مكملين برسالتنا، هدفنا العمل الإنساني والاجتماعي. قررنا نواجه التحديات من خلال تجهيز وفتح المستوصف لنتمكن من تقديم دعم والخدمات لأهلنا ومجتمعنا وبيئتنا، وهيدا الشيء اللي بيتطلب منكم دعمكم لألنا. نتمنى مساعدتكم لحتى نقدر ننجز هالمكان يلي هو لألكم ولألنا ولأهلنا.